أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم في نشرتنا الصباحية للملاحة والصيد البحري لهذا اليوم الأحد 30 مارس 2014. يتواصل الإعلام برياح قوية سليمة مفعول إلى غاية يوم غد إن شاء الله على الساعة 6 صباحا بالتوقيت العالمي، ويهم كافة المناطق البحرية، حيث تهب الريح شرقية جنوبية شرقية بقوة 7 إلى 8 من سلم بوفور، أي ما يعادل 28 إلى 40 عقدة، ثم تتقلص صباح يوم الاثنين أي يوم غد إن شاء الله على شمال تونس، وذلك نتيجة منخفض للضغط الجوي متمركز على جنوب التونسي الجزائري. هذا صباح وكما يبينه تسلسل القمر الاصطناعي التالي كان الجو غائما بأغلب السواحل. بالنسبة لبقية هذا اليوم إن شاء الله، نتوقع بشمال تونس أن يكون الطقس مغيما جزئيا، فكثيف السحب مع أمطار متفارقة تكون مؤقتة رعدية بعد الظهر خاصة بالجهة الغربية، رياح شرقية جنوبية شرقية بين 25 و 35 عقدة، البحر شديد الاضطراب. على شرق تونس هذا اليوم سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفارقة أيضا آخر الظهيرة، رياح شرقية جنوبية شرقية بين 20 و 30 عقدة، البحر شديد الاضطراب. بالنسبة لخليج قابس هذا اليوم سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفارقة، رياح شرقية جنوبية شرقية بين 25 و 35 عقدة، البحر شديد الاضطراب، والرؤية بين ميلين وستة أميال. بالنسبة لهذه الليلة سحب أحيانا كثيفة بأغلب السواحل مع أمطار متفارقة، بالشمال هذه الليلة إن شاء الله رياح شرقية جنوبية شرقية بين 20 و 30 عقدة، ثم تتقلص آخر الليل فتصبح بين 15 و 20 مؤقتا 25 عقدة، البحر شديد الاضطراب فمضطرب. على شرق تونس هذه الليلة رياح شرقية جنوبية شرقية أيضا بين 20 و 30 عقدة، يتواصل البحر شديد الاضطراب. أما على خليج قابس فتكون الرياح شرقية جنوبية شرقية هذه الليلة أيضا بين 20 و 30 عقدة، البحر شديد الاضطراب، والرؤية تنخفض من 6 أميال إلى ميلين. توقعاتنا الجوية المنتظرة اليوم غدا بالسواحل الشمالية إن شاء الله طقس كثيف السحب مع أمطار متفارقة، رياح جنوبية شرقية جنوبية غربية بين 10 و 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب، والرؤية بين 3 و 7 أميال. غدا على منطقتي الشابة وجربة طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفارقة، رياح من القطاع الشرقي بين 20 و 25 عقدة، ثم تتقلص بعد الظهر فتصبح بين 15 و 20، البحر مضطرب فقليل الاضطراب، والرؤية بين 3 و 7 أميال. نمر الآن إلى حركتي المد والجزر، ميناء صفاقس 17 سنتيمتر على الساعة 10 مساء، متر و71 سنتيمتر على الساعة 4 صباحا ودقيقة، ميناء قابس 12 سنتيمتر على الساعة 10 مساء و47 دقيقة، مترا و11 سنتيمتر على الساعة 4 صباحا و6 دقائق، ميناء جرجيس 12 سنتيمتر على الساعة 10 مساء و4 دقائق، متر وسنتيمتر واحد على الساعة 4 صباحا و13 دقيقة. للحصول على أكثر معلومات أرجاء الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرساليات قصيرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.